بالظبط كده يا اولاد، زي ما بقول لكم دي مختلفه خالص عن كل الافكار اللي انتوا لعبتوها قبل كده. دي لعبه استغمايه ولكن مع 100 لاعب، وال 100 لاعب دول هم لاعبين حقيقيين، ولازم تعرفوا كمان ان في ناس كتير هتكون بتجري وراكم عشان تمسككم. واو يا جدو شلبي، يا سلام، جميلة فعلا الاستغماية دي. وكمان يا جدو انا اول مرة انتوا تعزمنا كده على الاكل، بصراحة انا مبسوط جدا، بس عندي سؤال يا جدو. شبوكة، لعبة الاستغماية دي مش 100 100، مش احنا مش جامدة، انا اكسب كشوبة ولازم تديني فلوس كتير يا شبوكة. انت واضح حركات، انا مش كنت بتكلم؟ مش تسيبني اتكلم الاول؟ طب تمام، انت خلاص بقى ام علي اتكلم يلا. ام علي ماشي فرخة. بص يا جدو شباب، انا عندي سؤال بسيط يعني. ايه بقى ده؟ يعني ايه اللي بيحصل ده؟ وما بينفع، انا قدامي سندوتش صغير، حركات قدامه 45 ثانية كمان السندوتش اختفى. ايوه انا زعبولة جدو شلبي كده، ما ينفعش يا جدو، اشمعنى الحركات يعني اللي قدامه الاكل ده كله؟ ابو علي انا ما اعرفش اصلا حركات جنب ايه الاكل ده، انا طلبت وجبه ليا، وجبه ليك، وكمان وجبه لزعبولة. ما هو جدو شلبي الكلام ده ما ينفعش، انت واضح حركات الفرخه انت جبت من الاكل ده كله. ايه ده؟ ثواني، حركات معاها اصلا وجبه تانية ايه؟ ده مخبيها ورا الكرسي. قولي مولي حركات الفرخه، انت سر وجبه ورا الكرسي؟ يا ابني ايوه تابع، انا شايلها مش عشان بنزين يخلص ما احط بنزين، انا مش اكل اكل ده كله. واش الوجبه دي مش هحطها في البيت بالشاي، عاوزين انتوا بقى اللي تبقى انت عاوز يا شبوكه، مش انت اللي عازمنا. جد شلبي ممكن تفهمني مع حركات مع كل الاكل ده بينا جدو كده في بص خم بقى، انتوا بتخم على فكره. ايوه صح، واد صاحب اللي معاك جد شلبي، اشمعنى حركات بتدي الفلوس دي كلها يعني وبيشتري الاكل ده كله؟ يا ابني انا ما حسبتش على الاكل ده كله اصلا، انا كل اللي حسبت عليه 4 وجبات فيهم سندوتشات وموزه وتفاحه زي ما انتوا خدتوا. اشمعنى حركات؟ ثانيه واحده، واد حركات وانت سرقت الاكل ده؟ يا ابني ايه اللي بيضحك يا ابني؟ رد عليا، سرقت الاكل ده؟ شبوكة مش بابا قاعد يا شبوكة، طبعا يعني اكيد سرقت اكل، طبعا لازم اسرق اكل كله. ارجع ارجع قولة شبوكة، ايه رايك مش بابا في السندوتش دوت؟ كان بيسخن. يا نهار ابيض ابو علي، الواد كمان بياكل كلاب سخنة. لا لا يا جدو شلبي ما بياكلش كلاب سخنة يا جدو. الواد حركات سندوتش الهوت دوج بيقول عليه كلب سخن. ايه ده؟ بيقول على الهوت دوج كلب سخن؟ ازاي يعني يا جدو شلبي؟ هو عشان اسمه هوت دوج فهو مسميه كلب سخن؟ الواد غبي جدا يا ابني، انت ما اسموش كلب سخن، اسمه هوت دوج، فهمت؟ اسكت انت، انت مش ما تفهمش حاجه، اسمه كلب سخن، انا بحب اكل الكلب السخن دوت. يلا ودي حاجه شمع عليك، اروح حبيب بسرعه. يا ابني في لعبه استغماية، استنى تعالى. لا طبعا مش فاضي. طب اللي يكسب هاخد روبوكس على فكره. ايه مش جادي وقتي طبعا، انا مش كنت بضحك عليكو. تضحك علينا يا نصاب؟ جدو شلبي بسرعه بسرعه بعد اذنك يا جدو، عايزين نعرف الاستغماية اللي انت بتقول لنا عليها دي. طيب ماشي ماشي، لعبه الاستغماية بتاعت ال 100 لاعب. صحيح محدش خد باله من حاجه؟ ايوه انا خدت بالي يا جدو، انت غيرت وشك يا جدو. تفاصيل بسيطه يعني، بصراحه غيرت وشي شويه، قلت ارجع في السن شويه يعني اكون شباب. ايه رايكم، ده وشي احسن ولا الوش القديم؟ بصراحه بقى يا جدو وشي ده جامد برضو. واو شكله اسطوري، بيقفل عينه ويفتحها. اللي هو ينزلوا اكتبوا لي في الكومنتات، الجد شلبي بقى يسيب الوش ده ولا يرجع الوش القديم؟ انتوا اللي اكتبوا في الكومنتات. زعبوا الله يراك في الوش ده. بصراحه الوش ده ابو علي بصراحه ابسولوتلي يعني. ايوه بصراحه جدو شلبي ايه ده، انت جبت من كلمه ابسولوتلي دي؟ الواد حركات بيقولها كتير بصراحه، بس ما اعرفش معناها. واضح حركات الوش ده حلو ولا وحش؟ وش ده مش ابسولوتلي. والله حركات يعني ايه ابسولوت حركات؟ تقصد بيها ايه يعني؟ انا مش مالك مش انت مش فاهم، مش انت نشاط اجتماعي، انت مش فاهم حاجه. قول لي علوية بقى. قول لي علوية. طيب ماشي علوية حركات، يعني يقصد ايه ابسولوتلي علوية؟ مش فاهم بصراحه. انا عن نفسي الوش ده بصراحه لو انتوا اخترتوا طبعا الوش ده حلو، اكيد انا اختار حلو. لو قلت الوش ده لا مش حلو جدو شلبي غيره، اكيد انا هقول كده انا كمان. جدو شلبي يلا ورينا الاستغمايه. طيب ابو علي يلا بينا. اوكي الو، لسه داخلين دلوقتي، وزي ما انتوا شايفين كل الناس اللي موجوده دي معانا بتلعب لعبه الاستغمايه، حركات وزعبول ابو علي والمتابعين كله ده الو موجود في لعبه الاستغمايه. احنا 100 لاعب حرفيا حقيقيين بنلعب لعبه الاستغمايه، وبصوا بنختار دلوقتي المابا اللي هنلعب فيها. زومبي وطة ابو علي، هتحول لزومبي ولا ايه؟ والله انا مش عارف حركات. انا مش عارف يا ابني، لسه داخل زيكم. تشوز الماب، بنختار طبعا الماب. احنا كنا بنختار على اللي هو الزومبي ده التحدي يعني، تقريبا اللي هيجروا ورانا زومبيات. اوه كلاس روم، ليتس جو. الغرفه طبعا على اللي هو بتاعت ايه الكلاس، على اللي هو يعني دي غرفه الكلاس اللي بنذاكر فيها طبعا، بنراجع فيها الواجبات بتاعتنا. اوكي في ديكير، او ماي جاد. اوكي الديكير حلو. انا مالي مش ده الملجا؟ هو الملجا فعلا. ليتس جو على اللي هو. بص بقى تشوزنج سيكر، طبعا يعني اللي هو السيكر ده هو اللي بيجري ورانا. فدلوقتي على اللي هو بصوا البنت دي هي اللي هتكون السيكر،
اوكي تقريبا مش واحد بس، اكيد في اكتر. لا واحد، شوف على 100 لاعب حرفيا، 100 لاعب على فكره في مد... او ماي جاد بص العدد قد ايه. انا بقى ليه مايكا 100 لاعب وربنا، هم فعلا 100 لاعب. بص على ويا اول مره اشوف في حياتي كميه اللاعبين دي في مره واحده، وربنا ما حصلت قبل كده. انا اول مره فعلا بص على ويا 100 لاعب، مش عارف احنا بنستخبى فين. والله انا ماشي وخلاص، شوفوا او ماي جاد بص عدد اللاعبين، يا نهار زبادي مش فايد. بص البنت لابسه لبس حركات، يعني بنت وفرخه على الوش، شايفين؟ اوكي بنت ماشيه ولابسه لبس حركات. او ماي جاد او ماي جاد، ثانيه جه هنا حتى غوكو، غوكو بص على ويا، غوكو ساب اليابان وجاي يلعب بعد لعبه نص ساعه في بتلعب. هو راح فين غوكو؟ اهو هناك على الوش، شايفين؟ اوكي خلينا نجري بسرعه. ابو علي ايه ده كل ده على ويا؟ بصوا هايدنج تايم مدين لنا بصوا تقريبا 30 ثانيه بنستخبى فيها، فخلاص فاضل 8 ثواني 7 ثواني. بعدها يا علويه السيكر بقى اللي هي البنت دي هتجري ورا كل دول عشان تمسكهم، وهو ده الديكير على ويا، بس احنا حجمنا صغير، شايفين الديكير؟ طبعا اكس او هناك، اي بي سي، بعد كده المفروض ان احنا نطلع هنا كده يوب عشان نستخبى فوق. وعلى فكره المدفع ده بيطيرنا هناك على ويا، شايفين؟ واعتقد ان المفروض يبقى في مدفع تاني. او ماي جاد في مكان فوق، ايه ده زعبوله؟ زعبوله انت مستخبي فين يا زعبوله مزعبل؟ ابو علي المكان ده جامد، ابو علي خليك مستخبي جنبي. طب طب يا زعبوله مزعبل، اوكي بص على البنت اللي متحوله لشبح دي، الواد حركات في الحركات فرقه. وانا بقول لك مش مستخبي لون برتقاني، لون برتقاني برتقاني البرتقاني، فين ده زعبوله؟ ابو علي ده ابو علي ده في اللون الاخضر. ايه ده اللون الاخضر؟ اه هو اللي هناك ده، يا فرقه يا حركات، انت ده حركات؟ هو يا ابني مش انا بتشتت يا ابني، وده برتقاني ده انت فرخه يا ونوب. اوكي السكر هناك اهو، وطة الحق اللي هو الزومبيات اللي ماتت، الحالة اللي بتموت بتتحول لزومبي اللي بيموتوا من السيكر. بصوا اوكي واحد شبه حركات هناك وتحت هيموت، والله يموتوا موتوا موتوا. ومي كنت الواد طلع لي، الواد طلع لي، الواد طلع لي، الواد طلع لي، خلينا نجري زعبوله بسرعه. ابو علي انت اللي نزلك بس نتفاهم مع علي، العالي السكر كتير والله. تعالى تعالى زعبوله، انا بص جالي جاتلي فكره. او ماي جاد بصوا العالي الزومبيات هناك اهي، انا كده فهمت على الواد الزومبي ده اللي هو المود، المود يعني اللي بيموت من العيال بيتحول لزومبي وبيمسك بقى الناس. فانا بقى ايه عايز استخبى هنا كده عشان ما يشوفنيش. ايوه بس طبعا عايزين نبص ايه بصه كده عشان ما نتمسكش. او ماي جاد وقعت برضه. بص على الواد واحد زومبي هناك، والله لو شافني هياكلني اكيد. الزومبيات على الواد سريع، او جاي علينا جاي علينا علينا، بص كمية زومبيات. ابو علي انا شكلي كده هموت. ابو علي زعبوله، لا زعبوله هتموت، وادي حركات فرقة. وانا مالي انت فين وانا عود اتحولت لزومبي؟ ايه ده حركات اتحول لزومبي؟ يا نهار الزبادي انت فين حركات؟ اما تشوف لنا احمر، احمر يبقى مش في لون احمر، فين بقى الوية؟ اللون اصفر اكيد. اوكي الواد ده لسه ما اتحولش، وطو زومبي بس لا اتحولت لزومبي. اوكي ابو علي دلوقتي اتحول لزومبي، خلينا نمسك العيال. بس على فكره على انا بعيد عن الواد، الواد ده حولني لزومبي والله ما سيبهم. دلوقتي بقى ايه محتاج ان انا ادور على العيال. ايه ده على ايه ده كله متحول لزومبي ما شاء الله، ما فيش ولا بني ادم سليم والله كلنا تحولنا لزومبي. 100 لاعب حقيقي، اوكي على الجمدان. بس كنت بسرعه ابو علي خلينا ندور على الباقيه، ممكن تكون في عيال كده مستخبيه تحت على وانا عمال اتنطط ليه مش عارف. اوكي مفيش اي حد هنا، الزومبيات في كل حته اصلا، زومبيات في كل حته. زعبوله انت فين؟ ابو علي اتحولت لزومبي هكون فين يعني؟ اوكي حتى زعبوله زومبي. حركات انت زومبي؟ هو يا ابني مش زومبي كده بقعد بتعود، يبقى انت زومبي يا حركات. اوكي خلينا نطلع، اطلع بسرعه. ليتس جو ليتس جو. المشكله ان العيال الثانيه مش عارف هم فين. هولي مولي كده معلي بسرعه، خلينا نطلع لفوق. ايوه انا معلي بشويه. بصوا والحق قالوا بصوا اللي كسبوا، واحد اثنين ثلاثة أربعة كسبوا. بصوا كم واحد، يا نهار زبادي 5 مليون لاعب خسروا. او ماي جاد شفتوا كام واحد خسر على ويا؟ يا نهار زبادي اسم كتير. ابو علي اعتقد ان الاستخبار ده اكتر من 100 لاعب، مش عارف بصراحة زعبولة. وانا ابو علي كام اللي انت الاستخبار دي فيها مش 5000 واحد. انت بتقول ايه يعني؟ قول رقم مفيد. ايه ده فري ستاك حلو، جيل بريك جيل بريك، سجن 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 هاتوا جيل بريك. ايه ده بطة مين اللي بيختار؟ او ماي جاد قالوا لو كنا لعبنا جيل بريك كان في سجن والله. اعتقد ان في اسم بالحظ هو اللي بيختار. تشوز ماب، لا مش كلاس روم بليز، احنا لسه لاعبين في كلاس روم. لا يا علوي مش هنلعب في كلاس روم. اوكي اوكي ياب ياب غير. ايه ده مين اللي بيختار؟ الاسم اللي فوق ده هو اللي بيختار. هي اللي اختارت دي حظ يا علوي بقى. بصوا شايفين الاسم اللي فوق ده هو اللي بيختار المود اللي هنلعب فيه، فهنلعب في مود اسمه كوزي كابين تقريبا. اوكي اسم اللي فوق الو، واحنا تقريبا كده علوي هنختار واحد من 14. طيب
14 بس اللي ينفع يطلعوا سيكر. اوكي يا لو ابن اخترت هنختار 14 سيكر بيجروا ورانا. انتوا متخيلين على ايه 14 لاعب بيجروا ورانا؟ انتوا متخيلين يعني احنا اصلا عددنا كده اكتر من 100 واحد. 100 واحد هيستخبوا او اكتر كمان، و14 لاعب يجروا ورانا. وطا ليتس جو. انا بقول لك كده ولا مش ليه مش استخباني تبقى في كده مش 5 مليون بقى في واحد. 5 مليون الف مليون الف طب 450 يا زعبول. لا مش 450، مثلا 100 واحد او اكتر من 100 واحد كمان. ده 14 واحد قالوا شايفين. انا نفسي يختاروني بصراحه. اوكي هما دلوقتي بيختاروا 14 لاعب عشان يجروا ورانا. يا رب يختاروني، اختاروا الواد ده. انت مالك يا ابني مكشر كده ليه؟ ما تضحك يا ابني، الدنيا قصيره، اضحك في حياتك قبل ما تموت. اوكي خلينا نشوف اللي بعده بسرعه. بيب 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 يا اللي هو الشاشه دي كلها. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. ايوان ايه ده ايه ده، مين القرعه دي؟ ايه ده مين دي يا اللي هو دي عفريته دي ولا مش عارف. ليتس جو على اللي بعده. اخترنا دلوقتي 7، يا رب الثامن يكون انا. ابدا اختاروني ماشي ولا مش بموتهم كلهم مش بثواني. اوكي ايه ده، هم مش بيختاروا غير بنات ولا ايه؟ اللي بعده اللي بعده اللي بعده. يا رب ما عليك اختاروني والله، انسى ده يكون معاهم. بص اللي هو السكر ده عشان امسك بص اللي عندي كلها. او ماي جاد، واحد حاطط نفسي اسمه اسمه زين. او ماي جاد ده شكله ابو علي. ليتس جو. ايه ده مين اللي هو اللي جنبه ده؟ مش عارف بصراحه. اوكي خلينا نشوف بقى ايه اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده. يا رب يكون ابو علي، يا رب يكون ابو علي. يوب ايه ده اخوكو؟ بنات، بيختاروا البنات بس. هناك عنصريه، يختارون البنات فقط. وطا انا ما مش عارف مش انا بنات انا بنوته. بقت حركات بقت حركات عشان يختاروك انت. بص حركات بتغير نفسك في ثواني. ايون ثانيه شوف هيختاروا فعلا، اختاروا كحركات يا ابني. مش انا ده يا ابني. ايه ده؟ واحد اسمه حمزه، انا افتكرته انت والله. حركات قلت ايه ده، اختاروا حركات اول ما قال اللي هو ده. اوكي اوكي بسرعه دلوقتي بقى، يا رب يكون انا. علي انا كمان بنت يا معلم، عشان بص كله بيختار البنات اصلا. انا بنت ما بقيت زعبوله. ايه ده بقيت زعبوله؟ ما انت اسمك زعبول يا ابني. خلاص انا بقيت زعبول. زعبول ماشي زعبول. اوكي اوكي بسرعه بسرعه بسرعه، ناقص 2 علويه. والله بيختاروا البنات بس. وطا ايه علويه ده؟ البنات كلهم ما شاء الله، كل البنات حتى بصوا 3 بنات اختاروا واحده منهم. اخر واحد علويه، يا رب يختاروا ولد بقى. لو اختاروا بنت كده بصراحه هيكون في او ماي جاد. الحق علويه بقى، شوفوا بقى شوفوا بقى بنت برضه. وطا ايه ده علويه، كله بنات بنات. او ماي جاد لسه ناقص واحد تقريبا، يبقى 15 واحد. اوكي بيختار رقم 14 ولد بقى، خدوا معاكم ولد برضه بنت. دي استغماية الولاد ضد البنات يا علويه، الولاد ضد البنات حرفيا. 100 لاعب على البنات. طيب يا علويه دلوقتي اللي بيجروا ورانا هم كلهم بنات، واللي بيستخبى كلهم ولاد زي ما انتم شايفين. وهنا طبعا 10000 لاعب بيعملوا استغماية. شايفين عدد اللعيبه دي؟ وطا اوكي بسرعه 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 بسرعه. خلينا دلوقتي على وين نروح نستخبى. ليتس جو، عدد اللعيبه كبير، حماس والله الحماس الف يا علويه. ان انت تدخل تلعب لعبه ويكون عدد اللعيبه فيها كبير كده بجد بصراحه بيرفكت، وصاحب اللعبه يستاهل 100000 سقفه بصراحه ان هو يخلي عدد اللعيبه دي كلها في مابا واحده عشان الحماس يكون زياده جدا. بسرعه نيجي هنا كده، انا عايز اطلع الكنبه. اوكي بسرعه بسرعه ابو علي، الكنبه بليز. يب ما ينفعش، لازم نروح هنا. وانا بقول انت استخبيت فين؟ بصراحه على الكنبه حركات. انت هتستخبى على الكنبه يا ابني، مفيش تلفزيون يا ابني. ما انا عارف ان مفيش تلفزيون، انا باجي من هنا كده. لو ينفع نستخبى في فتحه التكييف. وطا لو دخلنا في فتحه التكييف نبقى احنا اساطير. اوكي ما ينفعش نستخبى في فتحه التكييف. ابو علي ما ينفعش تدخل في التكييف يا ابو علي كده، انت بتكون بتعمل جليتش. اوكي انا افتكرت ينفع والله زي عبد الله. لو استخبينا في الرجل هنا والله مكان اسطوري، بس المشكله هنتمسك برضو. اوكي خلينا نروح نغير المكان، نغير المكان بسرعه. ولا حركات يا فرخه، انت مستخبي فين؟ مش مستخبي في اعلى مكان، مش في اللعبه. اعلى مكان في اللعبه؟ انت مستخبي في الفانوس يا ابني. لا مكان تاني. مكان تاني اوكي، انا هحاول ان انا اروح مكان عالي فعلا. او ماي جاد جايين عليا. وطا جايين عليا يا ابو علي، اللي مستخبيش بصوا على وجهين عليا. هيجمدوني 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 العيال العيال العيال. او ماي جاد الواد اتجمد، الواد اتجمد. خلينا نمشي بعيد عنه، مش بعيد عنه ابو علي. لا 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 فوكوا فوكوا، طبعا دي بنت، حتى البنت برضو هي اللي معانا متجمده. فكتها ايه رايك؟ او ماي جاد يا ريتني ما فكيتها، يا ريتني ما فكيت بنوته. انا لسه فكك والله، تعالى دلوقتي سلوي الغدر. بصوا غدر، انا مفكتها وهي مش عايزه تفكني. طب واحد يجي يفكني؟ هتيجي فكنا يا اصحابي. وادي حركات، انت فين؟ مع نفسك يا حبيبي. مع نفسي يا حبيبي ماشي. حركات فرق يا اصحابي. ايه ده كلهم سيكر، كلهم من اللي بيجمدوا. ايه ده مين اللي هناك ده؟ ابو علي انت فين؟ ايه ده زعبول؟ مش انت اللي هناك ده زعبول اللي متجمد؟ لا ابو علي انا مش متجمد، انا بساعد العيال. ايه ده اتنين زعبول؟ زعبول فك صاحبه اللي من جيش الزعابيل.
طب وانا مين اللي هفكني من جيش العلوي؟ بلوطه يا بنت يا بنت. ايه ده مين ده؟ فكنا يا كابتن. والله انت احسن واحد في الدنيا. انا مش عارف انت ده زعبول. لا مش انا، انا ايه انا متخبي. ايه ده واحد من جيش الزعبيل فكني. ايه ده حركاته ولا حركات اللي متحول يا ابني؟ لا مش انا، واحد من جيش حركات. واحد من جيش حركات؟ طب اللي من جيش حركات ده واقف جنبي ليه؟ وده حركات يا ابني عشان مش باي موت الكل ما يفكوك يموتوك بعده. ايه ده يعني انت مخلي عيال من جيش حركات تموت؟ يا حركات يا فرخه. اوكي علوي في عيال هناك اهي سليمه، يا رب يجي يفكوني. المشكله علوي ان العيال اللي بتجمد اصلا سريعه. بصوا الواد اللي متحول حركات ده سريع، اللي اسمه حمزه ده. اوكي واحد يجي يفكني. صحابي بنوته بنوته تاني، تعالى 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 اديلك 5 روبكس. واتا تعالى يا ابني فكني فكني يا غوكو. والله انت احسن غوكو. غوكو جاي من اليابان يا غوكو. الو فكوني لي بس يا علوي، السرعه بطيئه بتاعتنا واحنا ينفع ننط؟ السرعه بطيئه والله، بطيئة جدا. احنا كلنا تقريبا متنا علوية. او ماي جود فكر يا رخم. الواد اللي متحول حركات ده رخم، واقف جنبي عمال يموتني. وانا مالي ده من فريق حركات يا ابني؟ مش واقف جنبك يا عشان موتك كل شوية. او ماي جود ده فعلا ده من فريق حركات. هو انت اللي موقفه جنبي يا ابني؟ لا هما مش بيحبوا ام علي قوي. بيحبوا ام علي؟ يا حركات يا مستفز. حركات انت فين حركات يا ابني؟ والله مش موتش انا فوق. كانت فوق؟ فوق فين علوية؟ في مكان فوق والله مستخبين فوق اهو. بصوا ايه ده حركات اللي هناك ده؟ نط كده حركات. اهو بس يا بنات دلوقتي ده يبقى مش هو ده علوي، لانه مش بنط اصلا. اهو هناك هم، والله هناك هم. حركات نط كده اهو هناك اهو علوي. شايفين اللي بيتنطط هناك ده؟ انزل حركات فكني. لا طبعا لا طبعا. ماشي حركات الفرخه واقف في مكان عالي علوي. انا غلطان، المفروض كنت اطلع استخبى في مكان عالي. بصوا العيال اللي فوق في مكان عالي ده علوي مش عايزين يمشوا. بصوا بقى ده كمان الواد اللي كنت بقول له يا ابني اضحك يا ابني انت زعلان ليه؟ بصوا جاي اقف جنبي بقى. بصوا جاي يرخم جنبي عشان اي حد يفكني يموتني برضه. يا ابني امشي. الواد بص واقف، والله مش همشي. مش انت بتقول ان انا ما بضحكش؟ انا افضل واقف جنبك كده يا ابو علي. خلاص يا علي فاضل ثانيه. بصوا العيال برضه واقفه جنبي. او ماي جاد علوي كان نفسك كله خسر. وات في 4 كسبوا واربع بنات. انتوا متخيلين قالوا اربع بنات اللي كسبوا؟ اللي كان بيمسكنا بنات. وات بنات بتاكلوا بالسبعين ولا ايه؟ مش عارف بصراحه. انتوا اكتبوا لي في الكومنتات في بخصوص الموضوع ده. ولو انتوا شايفين قالوا ان الولاد اقوى من البنات ادخلوا لعب اللعبه دي وشوفوا بقى انتوا هتكسبوا البنات ولا لا. اوكي عشان البنات مسيطره عليها سيطره تامه. او ماي جاد البنات كسبتنا والله. اوكي اخترنا التحدي ده. ليتس جو. بعد كده بقى المابا، يا رب تجي لنا مابا حلوه بقى كده ينفع نستخبى فيها. اوكي شكلها هتكون مابا حلوه ما شاء الله. ايه ده؟ وانا مالي مكبوش بقى مكان بتاع دراسات اجتماعيه ده؟ ايه ده مكان يا ابني؟ مش مكان دراسات اجتماعيه. لا لا مش عايزين ده. اوكي في طياره، يا ريتها كانت تبقى اركيد. وات لا مش عايزين اركيد. اوكي باك يارد اركيد. وات مين اللي بيختار اركيد؟ اه الواد اللي بيختار. خلي الباك يارد بصراحه او المطبخ كيتشن حلو. ليتس جو عشان نعمل اكل بقى. انا حميك في المطبخ ده، انا اكل اكل كتير جدا. اكل يا ابني؟ اكل ايه يا ابني؟ انا مفيش اكل والله. هاكل مانجو اي حاجه تكون مش مشاحه لاكل كده هكايا. يا ابني افرض الاكل طيب منتهي الصلاحيه. مش مهم هاكل مانجو. إيه طب افرض الاكل مثلا ده مثلا في سم. مش مهم مانجو لازم اكله. هو ايه اللي لازم تاكله؟ هو انت اي حاجه اكله خلاص. ده انت نوب والله. تعرف على اسكو احنا دلوقتي في المطبخ اللي يا نهار الزبادي. لو حركات شاف البتاع اللي هناك دي. شفتها يا حبيبي التلاجه البيضاء الكبيره دي؟ لازم اروح لها. بس المشكله في كلب هناك شكله بيعض. كلب الكلب بيعض. هو فعلا في كلب علو. ايه ده انا هطلع استخبى في التلاجه. يب التلاجه شكلها مكان اسطوري. وانا مالي ما تستخباش في التلاجه بتاعتي. بتاعتك ايه وانت اشتريتها؟ التلاجه موجوده في اللبس. ثانيه بس راح الاول للكلب ده. هو بصراحة أنا خايف من حركات. لا مش نستخبى عند الكلب. أنا أروح عند التلاجة عشان التلاجة كده على الوش لا مكان أسطوري بصراحة. يعني لو استخبينا مثلا علوية في علبة اللبن أو نستخبى. حركات أنت بتعمل إيه؟ باكل طماطم. وأنا ما قلتش هبص كل طماطم معايا. تاكل طماطم؟ والله إن أنت فرق. إيه ده حبسوني حبسوني في الطماطم. طلعوا يا نهار يا ابني حبستوني ليه في الطماطم؟ أحسن محدش قالك تيجي التلاجة. وطة أنا جلتشت تحت. استخبيت تحت. اطلع اطلع يا ابو علي. انا دخلت في المكان اللي فيه الطماطم. اطلع يا ابو علي اطلع يا واد انت. اوكي الحمد لله طلعت والله. لا اسيب لكم الثلاجه وامشي. انتوا نبات استخبيت في الثلاجه والله شكلنا هنموت. على فكره احنا لو جينا هنا كده اوه ما ينفعش. الحق السكرين اكو جاي علينا جاي علينا جاي علينا. يا نهار اسود. اطلع يا ابو علي اطلع اطلع. طب نستخبى فين؟ خلينا نستخبى تحت كده على الوش. بس يا رب ما حد يجي ورايا من العيال عشان ما ايه ما اعرفهمش مكان. انا مستخبى بقى على الوش. شايفين مكان السر والله. اوكي مستخبى دلوقتي في الثلاجه ورا ازازه المايه المعدنيه. عيب في مكانك يا حبيبي. لا خليك حركات بليز خليك. انت قال مش كل في حركات مش وانا ابو علي مش مستخبى تحت عند المايه المعدنيه. ما معدنيه حركات ما تبعتليش حد لو سمحت. احسن حاجه انهم مش سامعينك اصلا. وانت مستخبي فين؟ وانا زعبوله مستخبي ورا ازازه مايه معدنيه عشان لما اعطش اشرب على طول. او علي مستخبي كده بص المكان حلو كده
اجي عندك. ثانية طيب اخد بس الدهب ده. اوكي. اوه الواد شافني، الواد شافني، الواد شافني. انا مستخبي ورا الكنزاية. بص هيجي يقف جنبي. حلوة الكنزاية دي بقى، الكنزاية دي خلاص لازم خلاص روح شوف واحدة غير. او اسيب لك الكنزاية وراح اقف جنب المية المعدنية. عشان طبعا علوية يبقى ايه؟ في فرصة للفوز، هو جاي يستخبى جنبي. المكان ده بتاعي، بص المفروض تمشي. ايوه مشي مشي مشي. الحمد لله انه مشي، عشان طبعا ما يشوفنيش علوية. بس انا عايز اقف هنا كده علوية، عارفين ليه؟ عشان لو حد من العيال طلع انا اجي هنا كده على طول اروح نطط لفوق، فهمتوا؟ عشان ما تمسكش. اوكي بس هنا احسن يا ابني، وسع. اوكي انت بتعرفهم ان احنا مستخبين هنا يا واد. اوكي اوكي خلينا نغير المكان احسن، انا خلاص كده زهقت من التلاجة بصراحه. غير كده المكان. اوكي راح استخبى مثلا في البوتاجاز، الحاجه فيها علم مستخبيه في الصوره. بس السيكر راح لهم، شايفين على الوش السيكر راح لهم، وبرده السيكر هناك اهو تحت. اوكي والله طلع لهم اهي، بس دي مش سيكر تقريبا. خلينا نطلع هنا بس الاول، اطلع كده ابو علي. ليتس جو، في هنا مدفع، خلينا نركب المدفع بقى على بيو. ليتس جو. وصلنا فين؟ اوكي جبنا في اعلى مكان. المدفع ده اسطوري على الهوايه والله، والله مدفع جامد. وفي مدفع تحت، لو في مدفع تحت هنزل. في تحت طبعا ابو علي، انزل بسرعه 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 على الزحليه. بيو جامد. او ماي جاد او ماي جاد. خليني اطلع تاني على المدفع، والله حركه جامده. وانا وانا مش على الزحليه. ايه ده على الزحليه؟ فين ده على الزحليه؟ لسه بتزحلق عليها؟ هو اتكبر. ابو شقاني وانت مش على الزحلق. مش 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 جيبيو. ايه ده؟ حركات والله. تعالى تعالى حركات. بص انا اتزحلق تاني وهنروح بس الاول على المدفع. ليتس جو. وانا مالي شايف مش هركب معاك المدفع. طب طب حركات، اطلع 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 كده بسرعه. هنركب المدفع دلوقتي على... هو فين السيكر؟ قالوا ايه ده ما بيمسكش حد ولا ايه؟ مش عارف بصراحه. اطلع حركات، اطلع تعالى بقى. بص هنركب المدفع يلا بسرعه. وي ليتس جو. السيكر شكله على فكره علوم ما كانش بيمسك حد، كله كسب. كل ال 500 لاعب كسبوا، مفيش غير كام؟ أربعة بس، أربعة ماتوا، كي والعيال دي برضه تقريبا ماتت. أوكي علوية بدأنا جيم كمان مع ال 500 لاعب، ليتس جو ليتس جو. بصوا بصوا كله على طول، طلعوني طلعوني، إحنا محبوسين في درج علوية، درج المكتب كلنا بس. في فلوس، فلوس كانت على الأرض يا نار زبادي. إيه ده فين الفلوس دي؟ ولا لو شفتها كنت خدتها. بس يا واد أنت، بس يا واد حرامي. زعبولة أنت فين يا زعبولة؟ وأنا معلم وشي في القنبلة. قنبلة قنبلة زعبولة أنت فين؟ وأنا اللي طلعت فوق. طلعت فوق. أوكي اطلع كده يا علي. ليتس جو. قنبله يا واد حركات يا ابني، والله مش في قنبله ورايا. قنبله ورا والله ما شفت حاجه. اطلع كده ابو علي. ايه ده ما ينفعش نطلع هنا. زعبولة انت انهي واحد زعبولة؟ اوكي انت ده انت. طب روح امشي مع الجيش الزعبيل بتاعك. هوبا بس هيجي ورايا، هوبا هيجي ورايا. اوكي بسرعه بسرعه بسرعه، خليني اجي هنا كده بسرعه. اطلع ليتس جو. طلعت طلعت طلعت. في هنا قلم، وفي عند ينفع نستخبى هنا كده حلو في نص الترابيزه، بس لو جينا في النص هنقع كده. اوكي فاحنا دلوقتي هنغير مكاننا، ممكن نستخبى ورا الكتاب. يب ورا الكتاب اسطوره على فكره. تعالى زعبولة انا مش لازم اخليكم تتمسكوا يا حبيبي، انتوا مش تخبيوا ورا الكتاب. دراسات اجتماعيه. دراسات اجتماعيه انت انت مالك؟ انت عندك عقده نفسيه من الدراسات الاجتماعيه. اوكي هنغير مكان برضه عشان انا دماغي باينه اصلا. جات لي فكره حلوه، احنا لو طلعنا استخبينا كده في مكان النوتات دي اللي متعلقه على الواقع على المكتبه هنستخبى ومحدش هيشوفنا، فعشان كده ليتس جو لازم نطلع على الواقع. هنطلع هنا الاول. تعالى تعالى زعبول يلا بسرعه 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 اصحابي ليتس جو. بص كم واحد ماشي ورا عليه. اوكي خلينا نيجي هنا كده بسرعه زي البنت دي. هنطلع فوق عشان على الواقع اكيد في حاجه هنا هتطلعنا. يبا هناك اهي، وبعد كده بقى نعمل باركور. او ماي جاد بس تقريبا مش هنطلع. ليتس جو. ايوه ايوه شفتها شفتها. او ماي جاد الزحليه وقعت. وات رجعت لي تاني. ايه زعبوله في واحده هناك اهي والله، بس ازاي اروح لها على الواقع؟ اه من هناك. تعالوا تعالوا زعبوله انزلوا تاني. طبعا احنا جايين هنا على الواقع شايفين، هنطلع على دي عشان هتطلعنا هنا، وبعد ما نطلع هنا احنا بقينا على المكان ده. واحنا ممكن نعمل سبكتيت للسكر. اه ينفع والله. بصوا اقدر اعرف في مكان السكر فين. ليتس جو اهي على الواقع، دي جنبي انا واقف هناك اهو، وعلي واقف هنا. ليتس جو. اطلع اطلع يا بولي يا نهار زبد، البنت جايه علينا والله جايه علينا. هي تحت، هي تحت على شايفين. انا كنت بعملها سبكتيت يعني بعرف مكانها فين. اوكي اوكي بسرعه بسرعه هي جايه علينا دلوقتي. اهو هناك هم، هناك هناك هناك. ليتس جو. طلعنا شايفين الواد زعبول فين. في مدفع كمان، احسن حاجه ان في مدفع عشان لو لقينا اي حد جاي على الواقع نروح جايين بيو طايرين على الناحيه الثانيه. بس احنا دلوقتي هنعدي ازاي ده المدفع اشتغل؟ وطاب بيو على الناحيه الثانيه. أو كنت عايز اجي هنا بس مدفع وداني غصب عني، بس مكان حلو برضو. ايه ده مين اللي جاي؟ سيكر؟ لما السيكر الحمد لله. ده واحد لابس لبس ابو علي، برافو عليك واد انت عشان انت جيت ورايا. مين تاني اللي جاي؟ لا السيكر. انت تصدق ان انت نوب يا واد، انت جايب السيكر وراك. دماغي راحت في حته تانية على الوية. وطا السيكر موتتني. اوكي يا غدارة يا نهار زبادي زعبول انت فين؟ تعالى انت بص ما بدأتش تجري تستخبى مع
معايا انا بكاني اسطوري. مولي مولي حركات فرخه. ايه ده هو الواد حركات مش بيرد ليه؟ ابو علي شكله مات. ابو علي وادي حركات عاوز ايه بقى؟ عاوز ايه بقى؟ يبقى انت موت صح. ايوه بقى موت مالكش دعوه حركات بقى. اوكي ده زعبول او زعبول زعبول بصوا جاي في المكان اللي انا كنت فيه. اوه يا الله يا والله حسب زعبول اول ما تلمسه هيطيرك. وعلى رب الواد كده لو لقيت اللي هو بتاع اللي هو السكر ده اللي هو الواد اللي بيمسكنا هروح هناك الناحيه الثانيه اروح عند السبوره. بص ادخل المدفع دلوقتي اطير الناحيه الثانيه هناك على طول. طيب يا زعبول اوعى تدخل دلوقتي يا زعبول الحق جيش الزعبيل ماشي وراك برضه يا زعبول. طبعا يا معلم احنا فريق واحد. الحق يا زعبول الواد طير الناحيه الثانيه وانا كمان انط وراه. لازم تروح بص احنا الاثنين جنب بعض على طول. جيش الزعبيل يكسب مع بعضه يا اما يخسر مع بعضه. او ماي جاد زعبول انت ايه يا زعبول انت واخد اللعبه انت وجيش الزعبيل. او ماي جاد ثانيه ايه البوابه دي؟ البوابه دي بتاعتي مش عارف بصراحه. زعبول هو فريق واخدين اللعبه ايه لازم نكسبها. او ماي جاد في كده مدفع تاني. انتوا ايه يا زعبول انتوا ماشيين تركبوا المدافع؟ اه انا معايا احنا بندور عليها اصلا. مولي مولي يعني انتوا ماشيين بتدور على المدافع؟ اه والله انا بس وجيش الزعبيل بنركبها على طول. طب طيب ماشي حركات الفرخة فين؟ يا ابني قلت لك موت يا ابني. حركات يا دوب حركات لما بتعصب عليها. حركات انت وشركة الحربية بتاعتك كسبت. شركة الحربية مش قاسي مش ما بتعرفش حيوان بياجي. شركة الحربية احسن حركات. في حاجة اسمها شركة حربية حرابي. اوكي زعبول شكله اللي هيكسب على الوي. والله زعبول انا مش عارف موت ازاي الواد اللي كان لابس لبس ابو علي جاب السكر ورانا وموتتنا. المشكلة ما شفناهاش. ابو علي في واحد من فريقك بص جاي مستخبي معانا. ايه ده واحد من فريقي فعلا مستخبي معاكم. احنا كسبنا انا وجيش الزعبيل. برافو عليك يا زعبول والله. بصوا كله مات انا شايفين كله مات. او ماي جاد بس في ناس كتير كسبت برضو. احنا ما جربناهاش لان بصراحه اللعبه هي بتختار بالحظ يعني. بص الاسامي بالحظ اللي بتختار المود. ففي مودات كتير جدا جامده جدا يعني لو شايفين دي اوضه نوم وانتوا هتلعبوا فيها الاستغماية لو لعبتوا اللعبه. فبصراحه في حاجات كتير روحوا جربوها. اوكي يا لعيبه ده بصوا شايفين 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 ابو علي انا اللي بمسكه. ايه ده انت؟ انا ما خدتش بالي والله. انت زعبوله؟ ايه ده انت السيكر وطا. طب انت فين يا زعبول؟ لو جيت يا زعبول خليني السيكر عشان عايز امسك معاك. او ماي جاد علي غرفه النوم دي جامده. ابو علي انت فين عشان امسكك؟ طيب اقول لك يا زعبول. اوكي يا لويس شايفين انا دلوقتي على السرير. لازم اطلع على المدفع وطا. ايه ده كمبيوتر كمبيوتر علي شايفين وعليه اللعبه كمان. اللعبه ايه اسم اللعبه علي؟ يا رب هي دي. والله جامد صاحب اللعبه اسطوري بصراحه انه يلعب يعمل اللعبه كده. وفي عندنا كمبيوتر جيمنج اهو ليتس جو. وينفع نخش كمان نخش مع الكمبيوتر. اوكي دخلنا جوه الكمبيوتر. كالو زعبوله انت فين يا زعبوله؟ معلم انا لسه طالع دلوقتي انت فين؟ اوكي انا تحت تحت زعبوله. زعبوله انا بص جنبك اهو زعبوله اهو. انا ده زعبوله موتني زعبوله بليز. انت ده معلم انت الاصلي؟ ايوه انا الاصلي. وات هو انا ما تحولتش للسكر؟ معلم لو نفسك تموت يا معلم انت ذكي. قول لي افتكرت نفسي اتحول للسكر. لا كنت عايز اتحول للسكر وموت العيال دي كلها. معلم انا بص هموتهم كلهم لازم ادغدغهم. دغدغهم يا زعبوله. طيب على ويا كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتعملوا لصاحب اللعبه لايك لو انتوا اللعبه عجبتكم عشان انتوا كده بتدعموها على ويا. نشوفكم بكره احلى جيش في اليوتيوب. يلا السلام.